نروح بقى لخبر حلو جدا وتتويج هنا سيدات الاهلي لتنس الطاوله بطوله العربيه للانديه المقامه حاليا في الاردن بعد الفوز هنا على غاز الجنوب العراقي. كانت النتيجه 3-0 وقدم فيها الاهلي حقيقه اداء كان رائع جدا في نهائي البطوله، وده بمشاركه بقى عندنا اليزابيتا سماره ونادين الدولاتلي، وهي كانت ضيفه معانا لو انت فاكر يا كريم قبل كده، وهنا جوده كمان. وفريق سيدات تنس الطاوله الاهلي حقيقي حقق فوز رائع في جميع مباراته بدور المجموعات على حساب هنا الارثوذكسي الاردني بنتيجه 3-0، غاز الجنوب العراقي بنتيجه 3-1، والعربي الكويتي بنتيجه 3-0. طبعا برضو خلينا نقول لحضراتكم قائمه الاهلي اللي ضمت هنا نادين الدولاتلي، مروه هشام الهديبي، مريم هشام الهديبي، ساره عبد العزيز، هنا جوده، اليزابيتا سماره. فخلينا نقول مبروك للاعبات الفريق، جهد اكيد محترم ليهم، ولبعثه الاهلي اللي يعني بيترأسها كابتن رؤوف عبد القادر النشيط المحترم مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وبتضم كل من اشرف عبد الفتاح مدير فني، عادل شومان مدرب عام للسيدات، واشرف صبحي مدرب الرجال، احمد حامد المدير الاداري، واكيدا او بالتاكيد كمان يعني كابتن محمود الخطيب اللي بجد بيكون حريص جدا ان هو يهني الجهاز الفني ولاعبات الفريق وكل الفرق بصراحه، وكمان هو اشاد بادائهم المتميز والروح العاليه واصرارهم كمان على تحقيق الهدف، مشيرا لفوز الاهلي بالبطوله العربيه ده بيلقى بمسؤوليه كبيره على اللاعبات وبيدفعهم لتحقيق المزيد من البطولات. مبروك عليهم ومبروك علينا حقيقي.